حاولوا قمع التظاهرات في الناصرية لكن عبثا يحاولون. القمع الذي يجري هناك أخرج بغداد مرة أخرى لتكسر القيود التي أصرت على خنق الثورة وإنهاء رمزية ساحة التحرير. الصوت يعلو أكثر فأكثر في العراق بعد تكرار الهجمات التي شنتها الميليشيات التابعة لمقتدى الصدر ضد متظاهري الناصرية بذي قار. بغداد والمثنى واسط وذي قار لم تسكت عن الجرائم التي ترتكب باسم المحافظات على أمن العراق، حيث حرية التعبير أصبحت في مهب الريح، ذلك في عهد حكومة تقول إنها أتت للترتيب لمرحلة انتقالية، لكن الواضح حتى الآن إجماع النقيضين على فشلها، الكتل السياسية والشارع المنتفض، وهو ما بدا واضحا في تعثر ورقتها الإصلاحية الاقتصادية، وصولا لعجزها عن محاسبة قتلة المتظاهرين. تقارير حقوقية وصحفية أكدت أن الهجمات المنظمة التي تشنها الميليشيات التابعة للصدر كان بالإمكان تجنبها وتجنب وقوع شهداء من المتظاهرين جراء تواطؤ القوات الأمنية مع الميليشيات ضد المتظاهرين. هؤلاء الذين أصبحوا وحيدين في مرمى رصاص الميليشيات والتي تريد المضي بمشروعها وتفاخر علنا بإسكات أي صوت يقف ضد زعيم التيار مقتدى الصدر. أمام هذا الإصرار من التيار وأنصاره على قمع التظاهرات يعود مرة أخرى التضارب في شخصية الصدر نفسه، والذي أسهم أكثر من مرة بإخماد التظاهرات ونجح في حين أخفق غيره بإمساك الشارع، لكن هذا لم يدم طويلا في ظل العقلية العراقية الجديدة التي بزغت منذ أول تظاهرة خرجت في تشرين الأول عام 2019 تحمل أفكارا أخرى نحو التغيير الذي لا بد منه وإسقاط هذا النظام الطائفي المتهم بسرقة ثروات البلاد وحكم العراق بالحديد والنار.